عشان الرومانسية، عشان أحافظ على الرومانسية. ما بعرف يعني، دائما ما عندي إجابة كتير، ما عندي إجابة على الموضوع. بقول نصيب نصيب هيدا، وكل شيء بيجي بوقته، ولو تأخر خليه يتأخر بس يحصل بطريقة أنا أكون مقتنع فيها. أبدا ماني كتير عندي طلبات عالية أبدا. أول شيء إنه تكون حساسة وعاطفية، حساسة وعاطفية. أي أكيد.